الله الرحمن الرحيم. اولا موضوع ان الغاز ياثر على الموتور، والمفروض ان المواتير دي هتبقى مجهزه الكلام ده، انا لما اجيب عربيه تبقى مجهزه ان انا احول الغاز، ما افتكرش انه له تاثير سيء على الموتور، ده اولا. ثانيا موضوع الغاز اوفر للمستهلك، طبعا غير المبادره اللي عاملها سياده الرئيس، البنك المركزي عاملها، وغير ان هم هيدعموا الاحلال بتاع العربيات، احنا بنتكلم بصفه عامه يعني الناس هتستفيد بالاحلال، وفي ناس هتستفيد بان لما تحول لغاز هتبقى اوفر لها. بس لكن انا مش معارض مع البيئه، انا كويس البيئه، حاجه كويسه مش يعني خطوه لقدام. هل اي عربيه متاح انها تتحول لغاز ولا لا؟ العربيات الحديثه اه يعني العربيات الحديثه كلها اه مفيش مشكله. لا مش مشكله. طيب هيشمل ده، هل حضرتك شايف ان القرار ده كان هدفه الرئيسي وسائل النقل يعني زي الميكروباصات وال الرئيسي فعلا ان الفئه اللي تستغل العربيه بشكل ايه؟ كمصدر رزق ليها. يعني الميكروباص تاكسي الكلام ده، ده الهدف الرئيسي، لكن بصفه عامه الناس كلها هتستفيد. طب انا انا عندي عربيه، صاحبه عربيه، انا دلوقتي الغاز هيعمل لي ايه في السفر؟ يعني هيأمني وانا مسافره على الطريق؟ انت عربيتك تبقى بنزين وغاز مش غاز بس. يعني هيبقى المتاح يعني التو اوبشنز. اه اوكي. طب خلينا بقى نتكلم على سوق المستعمل. سوق المستعمل في دايما مشاكل بتواجه، دايما بيجي يشتري العربيه او اللي بيجي يبيع عربيته محدش عارف بيتم التسعير بناء على ايه. ده عرض يعني السوق لوحده منفصل. ما انت بنلاقي ارتفاع، بنلاقي ارتفاع في الاسعار. يعني انت شايفه سوق السيارات المستعمل عالي؟ سوق السيارات المستعمل بالفعل بقى عالي في الفتره الاخيره. هو السوق عامه مرتبط بايه؟ مرتبط بحاله السياره، العربيه اللي بتتباع دي حاله سكن هاند، يعني الريسيل بتاعها بمتوقف سعر العربيه، موديلها وحالتها وسعر العربيه الزيرو بتاعها. لانك انت بتبص العربيه النهارده زيرو مثلا ب 100، طب انا اشتغلت العربيه دي فرق 3 سنين او 4 سنين، يبقى ده الاهلاك بتاعي قد ايه؟ فبتتحسب بالطريقه دي. زائد حاله طبعا العربيه، يعني ممكن يكون عربيتين بسعر سنه موديل سنه واحده، لكن دي حاله ودي حاله. طيب ده ليها سعر وليها سعر. وبعدين افتكر ان العرض والطلب بيظبط العمليه دي، يعني طالما المعروض كتير فتبقى السعر كويس، المعروض قليل هيبقى السعر عالي. ده القاعده السوق.